كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مستمعينا ومستمعي رحاب اف ام اللي بيسمعونا على النايل سات 11-33 افقي او من على النت رحاب اف ام دوت كوم. طبعا بعد كل مره بقدم فيها بقول ازيك يا نسمه. المره دي هقول الف سلام عليك يا نسمه لانها مش موجوده معانا عشان هي عندها نزله شعبيه يعني بنتمنى لها الف سلامه وترجع لنا ان شاء الله قريب جدا. وخلينا اقول ازيك يا ساره. ساره طبعا خيال المؤيده الجميله بتاعتنا العصفوره اللي فاكرينها دلوقتي هي قاعده على الشجره. ازيك يا ساره؟ ازيك يا اسلام. مساء الخير على كل مستمعي احلى كلام مع نسمه واسلام. مبدئيا عايزه اقول لنسمه الف سلام عليكي ويا رب تنوري برنامجك في اقرب وقت. وخليني يا اسلام ما اطولش على الناس واقدم نجمنا النهارده اسكندراني اصيل. مين غيره بيشغل بالنا عشان معاه بنحب ايامنا. مفيش داعي اني اطول عليكم النهارده. منور رحاب اف ام اكسكلوسيف في احلى كلام كينج اوف اقرب بوب سوبر ستار مصطفى قمر. منورنا مصطفى بجد. اهلا وسهلا. ازيكم؟ نورنا ومبسوطين شويه كتير قوي يعني. منورنا بجد. ربنا يخليك. ربنا يخليك. يعني عايز اقول لك احنا بقى لنا فعلا اسبوع بنحضر الحلقه وبنجهز لها وعملنا الدعايه على المحطه وعلى الفان بيج وعلى الفيسبوك وكله. اول حاجه فعلا اللي اتقالت من الناس من المعجبين انت فين يا مصطفى؟ وحشتنا. احنا منتظرينك جدا يا مصطفى. الاختفاء ده ليه بقى؟ والله يعني انا بعتبر نفسي كان الموضوع ده كان يعني اتقال قبل الالبوم اللي فات قبل هي الكلام ده كان بيتقال كتير قوي. فالناس قاعده تقوله بقى كتير بقى خلاص يعني بقى. انا السنه اللي فاتت عملت البوم اللي هو هي طبعا بتاع هي وعملت المسلسل بتاعه وكان في مسلسل في رمضان اللي فات. فالحمد لله انا موجود. هم بس كانوا بيتكلموا على الفتره اللي قبل نزول المسلسل والالبوم اللي فات. يمكن السينما بقى هي اللي اتاخرت شويه يعني. انا قلت هنزل الالبوم. خلي بالك انا محتار يعني مره الالبوم الاول طب الفيلم الاول. بس اليومين دول انا بجهز الالبوم والفيلم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني عايز اقول لك فعلا الناس ابتدت الاس ام اس تجينا في كاتبين منوري احلى قمر في الدنيا من رابطه عشاق مصطفى قمر كافيه جوكي قمر ميرسي قمر في يا مصطفى يا مصطفى انت في القلب يا مصطفى رابطه عشاق مصطفى قمر كافيه برده. ويعني وفي برده وحشتني قمر جدا ومنور حاب اف ام رابطه عشاق مصطفى قمر كافيه. طيب في معانا برده اتصال تليفوني ونقول الو. مساء الخير. معايا ازيك يا امل؟ الحمد لله. حبيت تقولي نجمنا النهارده ايه مصطفى؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا امل؟ يخليك. عاوزه رقمك. يا سلام. حاضر. ازيك هتلاقيه في الكنترول عندكم؟ حاضر. عينيا. تسلم عينيك. خليكي تحبي تسمعي ايه يا امل مصطفى قمر؟ الحاجات القديمه. حاضر. عينيا الاثنين. خليكي معانا وتابعينا دايما. ميرسي ليكي يا امل. طب خلينا نطلع فاصل. بس قبل ما نطلع فاصل عايز افكر كل اللي بيسمعونا بارقام تليفوناتنا من ارضي اي تليفون ارضي في مصر 09843 او اي موبايل 1797 والاس ام اس على 91175 واي دوله في العالم 00882162777475. يلا منتظرين كل مشاركاتكم وتليفوناتكم والاس ام اس كينج اوف عرب بوب سوبر ستار مصطفى قمر. ونطلع اول فاصل. ايه يا ساره؟ اسكندراني للنجم مصطفى. للنجم مصطفى معاكم مع كينج اوف عرب بوب سوبر ستار مصطفى قمر. مصطفى كانت الموسيقى زمان والجو العام مختلف تماما. بصي ده كان عصر فيه روقان شويه بس كتير حميد الشعبي بقى طبعا كب حميد يعني بدايه البوب ميوزك يعني لما تلك المبهجه الراقصه وحتى لما كنا نعمل اغنيه سلو حتى او اغنيه هاديه كان الموضوع كله كان تركات قليله جدا فالاغنيه بتوصل القلب على طول. يعني دلوقتي تحس ان في شويه الناس عايزه تزود الجرعه الفنيه في الاغنيه اكتر من ان هي مش مهم ما عندهمش مثلا ممكن يقول لك الاغنيه انا عايزها توصل او ما توصلش. ده الاول ده اهم حاجه في البدايه. حميد كان بيفكر دايما ان هو يوصل الاغنيه الاول بصرف النظر انه يفرض شكل معين على الاغنيه يقول فيها انا موزع جامد او مش موزع جامد. لا هو بيشوف الغنوه هتنجح ازاي هتقرب من الناس ازاي. فالوقت ده الحقيقه عملنا فيه شغل حلو قوي وكانت بدايات موفقه جدا الحمد لله. طب ليه شايف انه الذوق العام هو اللي اختلف ولا الاجيال ولا شايف؟ لا مش معنى كده ان المزيكا دلوقتي هو كل المزيكا دلوقتي وحشه. حميد دلوقتي حتى لما بيعمل اغاني دلوقتي بيعملها بشكل جديد ان هو يعني ده راجع للتطور بالظبط. طبعا يعني هو يعني
احنا كلنا لازم نتطور ونجاري العصر اللي احنا فيه. التكنولوجي دخل في المزيكا، فيمكن الالات اللايف قلت شويه، بس برضو ما نقدرش نستغنى عن الاله اللايف في بعض الاغاني، عشان بتديها شاس فظيع جدا، تحس ان الاغنيه غنيه وتوصل. عصر الديجيتال اللي احنا فيه ده خلى الاغنيه ام بي 3 وكول تون وبتاع، فانت مش بتسمعي الاغنيه دايما على سماعتين كبار وعلى هاي فاي او ستيريو، فحاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا زائد الكم الهائل طبعا بقى من الاغاني. يعني ممكن تلاقي جدا ان المطرب نفسه يعني عنده كميه اغاني كتير جدا، هو يعني هيغنيها فين وامتى. لا يمكن كمان يعني اخوان برضه اقول يا مصطفى، انت ليك ستايل خاص وفريد من نوعه طبعا، يعني جمعت من الموسيقى الشرقيه والغربيه طبعا، ده زي في اوائل في البوم طلبال الليل تمام، وغنيت مع جيبس كينجز تمام، وكان ليك افكار كمان فريده بما فيهم الكليبات. بص، هي كل تجربه من التجارب اللي انت بتتكلم عليها دي هي مرحله الواحد بيفكر وبيحاول. يعني مثلا جربت اغني الانجليش مره يعني في طالين من سنين الكلام ده، غنيت مع الجيبس كينجز، عملت دويتو انا وحميد كوميدي جدا، زي ما بتشوفوا اثنين من امريكا بيغنوا اغنيه بيعملوا فيها مواقف كوميديه لطيفه جدا. الوقت ده كان في اغاني بالشكل ده انتشرت زي عيني، وزي كان في دويتو كمان انا عملت غزالي، وكان في عيني، وكان في حاجه كمان برضو كانت مشهوره قوي في الوقت ده. مصطفى، بتشوف المجازفه جزء من شخصيتك؟ انا لازم اجرب، لازم اعمل حاجه مختلفه. طب خلونا معانا تليفون. الو الو الو، مين؟ الو الو، مين معاك؟ سامعني كويس؟ الو الو، مريز مريز. الو ايوه يا مريز، سامعني كويس؟ لا انا زينه، مش مريز. زينه، ازيك يا زينه؟ الو ايوه يا زينه، انت على الهوا يا حبيبتي. تحبي تقولي النجمنا مصطفى عمر ايه؟ ايه؟ تحبي تقولي النجمنا مصطفى عمر ايه؟ ينفع ان انا اكلمه؟ ازيك يا زينه؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا رب. ربنا يخليك يا مسيح على الاتصال. وحشنا جدا على فكره، ما شفتكش يعني في التلفزيون خالص. ايه من السنه اللي فاتت مش كان في المسلسل بتاع منتهى العشق؟ لا ممكن تعالي تفطر شويه بعد اذنك يا مصطفى. حاضر عينيا، حاضر. بقول لك السنه اللي فاتت كان في مسلسل اللي هو منتهى العشق، كان في رمضان. ان شاء الله قريب، ان شاء الله يبقى في حاجات كمان جميله. عايزينك على طول يعني، انت الصراحه ان شاء الله عليك يعني، اسمع انا مسمع. ربنا يخليك يا رب. هو الحقيقه الفتره اللي احنا فيها دي كمان، خاصه بعد الثوره اللي فتحت علينا على حاجات كتير جدا، احنا كنا بنشوفها طلاسم يعني، كنا بنقول حاجات كده ومش مصدقين نفسنا يعني. انا بص انا مسمع منك ولا كلمه، المهم ان انا سمعت صوتك. طب زينة وقفتي التلفزيون واسمعينا من التليفون. رجعي اتصلي بينا تاني يا زينة، هو الخط قطع. مصطفى خليني ارجع تاني لالبوم هي. يمكن هي ده احدث الاختراعاتك الفنيه، بس ليه لسه ما بين لسه حبايب وهي كانت فتره طويله جدا للتحضير؟ فعلا. لا هو الوقت ده انا اتاخرت فيه اوريدي، انا اتاخرت يعني، انا ما كنتش عامل حساب الوقت شويه. وبعد لسه حبايب دمجت في مجموعه سفريات وحاجات كده، وعملت الفيلم بتاع مفيش فايده. وقعدت بقى شويه يعني، قعدت شويه كده بفكر وادور، لدرجه ان انا عملت مجموعه اغنيات وركنتها كلها، حسيت ان انا عاوز اعمل حاجه شكلها مختلف. فلما قدمت عشان كده كان البوم هي يعني طلع شكله مختلف جدا، وفي في في مزيكا مختلفه. ده انا اصريت ان انا اعمل مزيكا شكلها مختلف بالظبط كده. كان يمكن من انجح الالبومات، وانت كمان كنت متنبأ بنجاحه. بصي الوقت اللي نزل في الالبوم ده كان سوق ضعيف جدا جدا، والانترنت طبعا لغايه وقتنا اللي احنا فيه، بس كان فوق ده كان اقوى البوم بيبيع رقم ضعيف جدا. انا مش هكلمك عن ارقام ولا حاجه، بس انا الحمد لله الحمد لله يعني من الشركه المنتجه ومن المبيعات والناس قالوا ان البوم مصطفى حرك سوق الكاسيت تاني. ده يمكن كان راجع لحاجه. انا استفدت من فتره الغياب الثلاث سنين، الناس كانت عاوزه تقتني النسخه الاصليه، لان انا قعدت ثلاث سنين، فقالت لا بقى احنا نجيب الالبوم نحتفظ بيه.
عايز اقول لك المشاكل اللي بتواجهنا في دلوقتي في صناعه الاغنيه هي مشكله الداونلود على الانترنت. طبعا دي مشكلة, دي مشكلة قوية جدا, وانا شايف لما يعني بحل المشكلة دي بحل المشكلة دي هيبدأ انت عايش سوق الكاسيت من جديد. خليني اسأل نرجع تاني المشكلة, بس معانا اتصال تليفوني. الو 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 الو, مين معانا؟ محمد رغلون من اسكندرية, لسه معايا؟ يعني هو انا ساره ونسمع هنا, بس مفيش مشكله. انا بالظبط كده ممكن اكلم فنان مصطفى عمر. نتمنى معاه. هو مش موجود الحقيقه. ازيك يا حبيبي, عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا من اسكندريه وعلى فكره بحبك جدا والله, ونفسي اشوفك. بلدياتي انت, بلدياتي بقى خلاص انت. صح, احمد والدك. الله, كمان ده انت. وعبد الرحمن ابن ياسر. تمام, ده حبيبي حبيبي والله. قلبت عليك الدنيا واروح لهم على طول واسالهم عليك. ان شاء الله لما انزل اسكندريه ان شاء الله اشوفك. ان شاء الله خلاص باذن الله. ايه اخبار الفيلم؟ صح اهو, بنجهز بقى ان شاء الله. ربنا يسهل بس تعدي اليومين دول, يعني الامور تعدي كده والبلد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فرصه سعيده حبيبي, ربنا يخليك. في اتصالك يا محمد, متابعنا دايما. طيب نرجع تاني موضوع مشكله الداونلود دي. شايف ايه ممكن حلها؟ الكراسينه دول والحاجات دي, ده طبعا بتاذي النجوم, يعني نجم بتاريخ مصطفى عمر لما يكون. بس يعني انت يمكن محمي من القصه دي, لان اوريدي تاريخك مساعدك ان مصطفى عمر هينزل حاجه في ثقه في انه احنا هنروح نجيب السي دي الاصلي. كان في لسه شباب وفي لسه ناس لسه بتبتدي طريقه, تنصحهم بايه او ايه اللي ممكن؟ والله بصي, هو كل الناس مضروره, يعني بما فيهم انا وكل الستارز والسوبر ستارز الموجوده في الوطن العربي مضرورين في الصناعه, ان المنتج ما يبقاش عنده يعني شهيه ان هو ينتج. طب هينتج ليه؟ لا هينتج ليه اذا كان هو مش هيكسب؟ يعني حتى لو معاه سوبر ستار هو مش هيكسب, لانه الجزء اللي هيبيعه والجزء اللي هيعمله الكول تونز مثلا ورينج تونز اللي هتنزل في الاول والحاجات دي كلها ممكن تغطي تكاليفه, بس هو هيدور على مكسبه مش هيلاقي, او هيبقى هامش ربح صغير جدا. فانا شايف ان الحل بتاع الموضوع ده لازم يجي من وزارة الثقافة, ووزارة الثقافة لازم تاخد اوردر من الرئاسة, وان هي طبعا لا ده لازم, ما هو مصر مش هتقدر تاخد القرار ده لوحدها, بان هي تمنع الداونلود من شركات الانترنت الموجوده في الوطن العربي كله. لان انت عارفه انت بتخسريهم, لان انت لما مش هتعمل داونلود في سايتات كتير هتقع, وفي ناس كتير جدا شغالين في مجال الانترنت ده ممكن شركات تقفل. اخد بالك؟ بس هم اصلا مش ليجل, يعني هم بالظبط حاجات بيعملوها كمان بكريدت كارد. ان هم تلاقي هم مثلا يقول لك عشان تنزل البوم مصطفى عمر جديد خش اون كورونا, فتلاقي تخش يقول لك حط رقم فيزا وبتاع. الموضوع اصبح كمان ان هو غير سري, نصب يشبه النصب العادي. انا شايف حفاظا على الصناعه وحفاظا على الفن بتاعنا لازم شركات الانترنت, شركات الاتصالات كلها تاخد اوردر ان هي تمنع داونلود للاغاني والافلام. طب احنا في معانا اتصال تليفوني تاني من وليد. الو الو, مساء الخير. مساء الخير, ازيك يا وليد؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. معاك الفنان مصطفى قمر. انا وليد الغزالي يا اسلام. يا لولو, ازيك يا وليد؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك يا زهر؟ يا لولو النهارده طارق. انا عارف, عشان كده متصل. اول حاجه متصل طبعا على النجم الكبير مصطفى عمر. ربنا يخليك. ازيك يا وليد؟ اهلا وسهلا. وليد الغزالي, خليني بس يا وليد اقدمك واقول وليد الغزالي طبعا الشاعر الجميل المعروف جدا, بجد منورنا باتصالك ده يا وليد. ربنا يخليك. انا فرحان جدا 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 لاول مره اسمع صوتك على التلفزيون. طب ايه الاخبار؟ انا موفقات يعني. خلاص بقى نسمع, عايز نسمع في البيت بقى. انت مش عايزني بقى حيلنا موت النهارده يا وليد. طبعا خلينا ارحب طبعا بالنجم الكبير مصطفى قمر. اهلا معاك. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذي. طبعا ان شاء الله قريب كده يبقى بينا مع بعض حاجه. يلا فين الحاجات الجميله؟ يلا يلا. ما احنا اتقابلنا, احنا مش قلنا هنقعد قعده حلوه كده؟ افضل بقى. ايه وليد, يعني السوبر ستار بيقول لك يلا يعني. هذا هو جميل الحقيقه, وانا لما قعدت معاه بصراحه سمعت شغله طبعا. موهوب وعنده
عنده كلمه جديده ومميزه يعني حقيقيه وبتوجه. يعني انا يمكن انا مش بجامل يا وليد على فكره. ربنا يخليك يا استاذ، انا مش عارف اتكلم لان العرض محتاج حلقتين عشان اتكلم. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا وليد، ربنا يخليك يا استاذ. ان شاء الله يبقى في بيننا تعاون جميل يعني، وفرحان جدا جدا اني سمعت صوت ساره. يا حبيبي يا حبيبي ربنا يخليك. انا يعني انت مش فاهم، بالتوفيق يا ساره، وان شاء الله تجيبيها تكسر الدنيا. ربنا يخليك يا وليد، ده يعني شرف ليا يا وليد انك بجد نورتني النهارده. ربنا يخليك يا بيلا، طمني حاجه. ربنا يخليك يا وليد، مساء الخير وصلك يا وليد، ربنا يخليك يا حبيبي. باي باي. طب في اتصال تليفوني تاني. الو الو الو، ايوه مين؟ الو الو، وات التليفون، اسمنا من التليفون. الو، مين معانا؟ مين؟ رودينا. رودينا رودينا، الحمد لله يا رودينا، معانا السوبر ستار مصطفى قمر. اهلا وسهلا، ازيك يا رودينا؟ عامله ايه؟ ربنا يخليك يا رب. يعني صوت بس، يعني لسه الصوره قريب ان شاء الله، هيعملوا لنا صوره قريب ووعدونا. رودينا تحبي تسالي نجمنا حاجه النهارده؟ لا والله انا مش كان اسمها صوت السلام عليكم. برضو انا حابب ارجع تاني برضو لحته ان احنا الانفراد في حاجات كتيره في اعمالك، خصوصا الكليبات. فعلا اشتهرت بموضوع الكليبات، الافكار الفريده اللي صعب ان هي ما فيش زيها، ما حدش فكر فيها. ما حدش فكر فيها قبل كده زي منايا. انا فاكره منايا يعني انت غنيتها بالعكس، يعني ده قدره ما شاء الله، قدره سوبر ستار يعني. القصه بتاعت منايا احنا اخر يعني حتى لغايه اخر، وهي كمان هي كان فيها اللي هي اللي احنا عاملين فريزنج للشوتس، وممكن انا بس اللي اتحرك وبقيه الصوره فريز يعني. طبعا بتتعمل الحاجات دي باشكال كتير جدا، ممكن تتعمل بشكل ضعيف يعني الجرافيكس ممكن يتعمل بطريقه ضعيفه، وده طبعا لانه بتعمل حتى شكله بيبان ان هو رزيق يعني. وفي شكل اللي هو انا بحرص ان انا اقدمه يعني، ده طبعا كوستي جدا يعني فلوس كتير جدا بيبان. وغير الفلوس كمان مبدئيا لازم تبقى الفكره براقه يعني. طبعا يعني انا الحقيقه انا عايز اقول لك انا بقعد اشتغل على فكره الاغنيه مع ال مع الـ لا مع البرودكشن هاوس اللي بتعامل معاه بره، بنقعد بالشهور نبعت لبعض ايميلات وتليفونات لغايه ما بنوصل لفكره بنتفق فيها على شكل معين انا نفسي فيه اقدمه. بعد كده بنبدا بقى في تنفيذ الفكره. الموضوع بيبقى يعني مجهد ومتعب، لكن في نفس الوقت ممتع جدا، لان انا بحب اقدم حاجه ليك يعني. انفراد طبعا. الحمد لله. خلينا ناخد تليفون. الو، ايوه مع حضرتك يا جوكي عمر. جوكي مساء الفل. ايوه عايز اسلم على استاذ عمر. هو معاك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك؟ منور الدنيا يا استاذ. ربنا يخليك. انت اسمك ايه؟ حضرتك انا مرتب مصطفى عمر كوفيه. اهلا وسهلا، ده انا على طول متابع الحاجات الجميله اللي بتعملوها لي والله يعني، وعلى طول انا بدلكم معظم الميديا والماتيريال الجديد، مظبوط ولا لا؟ ايوه فعلا حضرتك مظبوط، انتوا تستاهلوا والله. عايزين بقى نشوف الحاجات الجديده بتاعت حضرتك بقى، ونشوف الالبوم الجديد بقى ان شاء الله. حاضر، انا بدات اجهز اهو ان شاء الله يعني، بس انت عارف الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، بس الدنيا هتظبط. انا بجهز الالبوم اول ما احس ان الناس محتاجه بقى ان هي ترجع تاني فريش، ومحتاجه ان هي تسمع اغنيه بقى فيها احاسيس وفيها مشاعر، هتلاقيني نزلت بالالبوم على طول. الحفلات بقى حضرتك عايزين نحضرها بقى، وعايزين بقى نهايه الدنيا تاني زي الاول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ادعي بس ان شاء الله. نسيب اتصالك يا جوكي. طب مصطفى يلا بقى نسمع حاجه يعني. الناس انت مش متخيل الاسم اسم هيقتلونا انا يعني اسمع مش هنا فانا اللي هتقتل. ممكن نسمع هي، لانه يعني احدث حاجه زي ما على ذوقك بقى. سمعتوا الغنوه دي؟ انا بس بعتز بيها بصراحه، عشان دي يعني اللي انت دي اول اغنيه لحنتها اصلا كانت في حياتي يعني. انتوا عارفينها طبعا يعني، هي كانت في فيلم حريم كريم نزلت. يا سلام طبعا. <تصفيق
مروان الو ارجع كلمنا تاني مروان. في بعض الاسم اسس برضه من اللي جدنا في رابطة عشرات مصطفى قمر كتيب نحبك يا قمر ومنور فرحاب اف ام ميرسي لي. في برضو ايه تاني بعدين بنحبك يا كينج اوف اربوب عشرات مصطفى قمر كفيشو ده اكيد جوك اللي كان لسه متكلم من شويه. تمام في مين تاني؟ لا ناس كتيره ناس كتيره ناس كتيره بعدين. تمام في معانا اتصال تليفوني تاني. الو 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 مروان. ايه يا عم ازيك؟ الحمد لله تمام. تمام يا مروان سامعني كويس؟ سامعك مروان. السوبر ستار مصطفى قمر معاك. ايوه مروان. ايوه انا مروان مجدي قمر. مروان مجدي قمر. مروان ده قريب يا جماعه. ابن 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 عم والدي. ابن عم مصطفى حبيبي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ جدا جدا جدا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ برافو عليك. والله انا متفكر فيك ان انا نمت حاجات حلوين جدا وبنتي متفكر. يا حبيبي يا حبيبي عامل ايه انت كويس؟ الحمد لله يا عم والله تمام. الحمد لله يا حبيبي. زي اياد وزيام كلهم طيبين؟ والله تمام زي الفل زي الفل. انت كويس؟ وعبد الرحمن وعم ياسر زي الفل يا حبيبي زي الفل. ان شاء الله نشوفك على خير يا مروان حبيبي. مروان ميرسي ميرسي جدا مروان ميرسي لاتصالك جدا. ميرسي لاتصالك يا مروان. طيب خلينا برضو نرجع تاني. في برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في الساحه الفنيه ان ممكن نجم مش نجم يعني اغنيه تمام بتنزل في فيلم او اغنيه كده معموله كده فاهم حد عايز يغني فعامل اغنيه وتلاقيها كسرت الدنيا وتاخد الشخص اللي غناها بقى لقب نجم يعني في حين ان هو ما عملش مثلا 1% من تاريخ مصطفى قمر. انت شايف ده ازاي وده بيدعي لايه؟ لا لا ده عادي جدا اسمها طريق الجديد يعني في دايما دايما البيبي لما يبقى عندك بيبي ابنك وانت وهو بيبي كده تفكيرك طول عمره اكيد بس اكيد فرحتك بيه وهو بيبي غير فرحتك بيه وهو مثلا في ثانوي بدا بقى يرخم معاك بقى الزنق يعني بريق الجديد بيبقى دايما الجديد بيبقى له بريق بس هو الموضوع بس ما بيستمرش لا ما بيستمرش ده موضوع تاني انا بتكلم على اللي هيستمر او اللي بيستمر اللي بيستمر ده تمام ده عنده هدف وعنده فن هو عارف بيعمل ايه وبيكمل وبيقدم كل مره حاجه بتضيف لتاريخه ده اوكي انا معاه انما اللي بيقدم اغنيه وبيختفي انا بحس ان ده عامل زي البوب كورن زي الفشار يعني بيفرقع وخلاص خلاص مره واحده زهوته بس في كمان بيقارن يعني في ناس بتبقى لسه ما عملتش اي حاجه وتروح مقارنه بسوبر ستار ما ده ظلم يعني انا من لا لا هو الحقيقه لا كل واحد له مكانه وله مكانته وله تاريخه ما ينفعش حتى بصرف النظر اصل دلوقتي بقت الميديا شكلها بقى فيها حاجات كتير جدا بقى فيها مجاملات وفيها يعني مثلا حد فلان صاحبه جدا فيكتب عنه كلمتين يقول ده فلان بينافس فلان ده فلان بينافس ما فيش الكلام ده كل الكلام ده ما بتبقاش غير الحقيقه والتاريخ اللي بيفضل ويبقى انا عايزك تفتكر لو انت حبيت تقارن حد جديد حد له تاريخ اقعد فكر كده غني لده مجموعه اغاني وغني لده مجموعه اغاني ده نمره واحد نمره اتنين بعد فتره دور على 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 اغنيه كامله
من تعرف تغنيها للجديد من اولها لاخرها او افتكروها لو بالظبط لو افتكرت له اغنيه من اولها لاخرها بالكوبليهات بتاعتها بالمزيكا تدور بقى على اللي عنده تاريخ واللي انت بتحبه مثلا امثال كتير يعني هتلاقي في مجموعه اغاني كتير جدا انت حافظها من اولها لاخرها حتى بالسولو باللازمه الموسيقيه اللي بتتلعب اكيد طبعا. طب في معانا اتصال تليفوني تاني. الو الاتصال اتقطع خلاص ارجع كلمنا تاني. برضو عايز افكر برضو كل اللي بيسمعونا بارقام تليفوناتنا والاس ام اس عشان يشاركوا مع السوبر ستار كينج اوف عرب مصطفى قمر. اي اسم من الاس ام اس ارقامها 9 1 1 7 5 واي موبايل ارضي 0 9 8 8 4 3 او من اي موبايل 1 7 9 7 ومن اي دولة في العالم 0 0 8 8 2 1 6 2 2 7 7 4 7 5 5. نطلع فاصل مع اغنية هي من احدث البومات السوبر ستار مصطفى قمر هي ونرجع لكم على طول.